to make it hurt a little less for you. Is there anyone that I could be? I'd give up all that I've got left of me. اهلا، كيفكم؟ اخباركم وعلومكم؟ اليوم بنبدأ فلوق جديد. هذا الفلوق بيكون احتفالية مع صديقتي، بنطلع. تخيلوا هذه الطلعة يمكن ما ادري من كم شهر نخطط لها، واخيرا تيسرت هذه الطلعة وبنطلع اليوم انا وصديقتي. ففي شيء انا مجهزته لها ووريكم اياه الحين، وبطلع معها الحين. تخيلوا اني جالسة اصور لكم بعبايتي، فيلا خلونا نروح واوريكم وش فعالياتنا وش الطلعة اللي احنا نخطط لها. اول شيء اكتشفنا انا وصديقتي ان نحب التوليب، يعني انا احبه وهي تحبه، فيعني اكتشفنا شيء مشترك. فمن شفت هذا الصحن في شيء ان، وانا اقول لها لازم نشتريه سوا، فرحت على طول دخلت شيء ان وطلبت لي انا وياها، وحتى ما صورتها ولا اكلت في الصحن حقي لما اعطيها هذا، عشان صدق نطقم وناكل سوا في نفس الصحن يعني. فانا شريت لي نفس الاثنين القطعتين هذه، وشريت لها من كم شهر، والشحنة عندي والهدية هذه عندي. فأخيرا اليوم بنطلع عشان أعطيها. فشوفوا مرة كيوت، ألوانها حلوة، شكلها حلو، لطيفة مرة. فجهزتها هنا واحترت، حسيت إنه ناقص شيء، ودي أحط شيء، وتذكرت إنها تحب الكندر، فبشتري لها كندر وأحطه في الهدية، وكذا تكون هدية بسيطة جاهزة وحلو مرة كذا، يعني شيء لطيف. فمتحمسة مرة إني أعطيها عشان نصير يعني نصور، أنا أصور فطوري وهي تصور فطورها. والحين طالعة يلا بسرعة لأني أحس إني تأخرت. جيت عند كندر المكان المفضل، بس ما أدري واحد أخذه. شكلي باخذ هذا، أنا أتوقع هي تحب هذا النوع، فباخذه وأحطه لها، وباخذ أنواع كندر ثانية. في كندر هذا أحس إني باخذه، وما أدري وش بعد أخذ. في أنواع ثانية حلو بس ما أدري، ما لقيتها هنا. شوفوا وش لقيت، كتكات ماتشا، شكله مستورد، متحمس بس انه ما ادري، ما احس اني متحمسه اني اجرب. الحين وصلت عند المكان بس ما اخذت الهديه معي، ودي نجلس كذا شوي نطلب القهوه نطلب الحلا لين اروح السياره واجيبه. ف بس والله عاد صديقتي وصلت قبل، وتقول المكان زحمه مره، ما في مكان، فما ادري ايش بسوي، ان شاء الله نلقى مكان. جينا هنا خصيصا عشان التراميسو حقهم مره لذيذ، هذا التراميسو حقهم، التراميسو ممكن تذوقونه. هذه الانواع الثانيه، اخذنا تراميسو واخذنا تشيز كيك. تخيلوا جايين هنا خصيصا عشان التراميسو حقهم، عشان نبغى نكتب على الصحن يعني كذا عبارة حلوة اننا خريجات وان بنبدأ سنة جديدة. قعدنا ساعة عند الكاشير نبغى نطلب، واحترنا ما ندري وش العبارة اللي نكتبها. اخر شيء كتبنا سينيور ستودنت، فيعني اسوأ عبارة ممكن تنكتب، بس ما عليه، اهم شيء انه نحتفل. نايس، شوفوا شوفوا العبارة الحلوة. طيب يلا كملي هاي جايز، مدري مين جايز بس جايز، يلا هاي هاي. طلبنا تشيز كيك وتراميسو، بس التشيز كيك ما حسبوه، فبنرجع نطلبها شكله مرة يومي مرة. شوفوا عاد انا مجربته مرتين، يعني ادماني التراميسو حقهم. قلت لهم تشيز كيك الحين رايحة للسيارة، قلت لها إني بروح أجيب شنطتي، كيف العذر؟ ممتاز صح؟ يلا خلوني أروح بسرعة أركض للسيارة عشان ما أتأخر، لأن الطلب جاهز، بس يعني أنا قاعدة أنتظر إن الطلب يجهز. الحين رايحة لها، وأحس ما أدري كذا شكلي غريب وأنا دخلت بها للكافيه، بس عادي صح. ما وريتكم، شوفوا حطيت الكندر الصغير هنا والكبار حطيتها هنا، كيف الشكل؟ إيش رأيكم؟ أحس إني استحيت، مدري شلون بدخل، مدري أحس كذا شكل غريب، بس يلا مدري 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 صدق مدري شو أسوي. جيت وعطيتها الهدية، وصدق ما قدرت أصور ردة الفعل، بس ردة الفعل يعني يا عمري والله ما أقدر أقول، والله ما أدري شو أقول، أحس إني مرة مستحية منها، يعني ليش تسوين كذا ليش؟ صدق شكرا مرة 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 قد الدنيا، يعني جابت الأشياء اللي جوي، صدق 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 صدق. المهم إن هذه احتفاليتنا، كنا بنكتب أشياء حلوة، بس يعني هذا آخر شيء طلع معنا، محاولة وهذه جلستنا الحلوة. أخذنا أكبر طاولة عشان ناخذ راحتنا، ما حد يجي هنا. بس والله الحين وقت القهوة ونستمتع، صدق مبدعين، شوفوا كيف يزينون الحلا مرة يشهي مرتب. طقمنا بالاستكرات عشان نحطها في الايباد. تعلمين الاشياء غلط عادي، اهم شيء نستمتع.
شوفوا الحلا شوفوا الحلا يوم صور لحلي ما صورت يهمس شاهي مرة يلا صوري يلا بعد تيجي وهذا التشيز كيك توني ذقته بعد مرة يمي مرة مرة الحين رايحة للبيت شوفوا استكرات اللي أخذتها يا سلام متحمسة إني أحطها في الأيباد أنهم بروح لأن الحين كم الساعة؟ الساعة 10 وأنا عندي دوام بكرة عندي جامعة فيلا بسم الله ننطلق للبيت توني أتذكر إن أمي وأختي قايلين جيبي لنا معك ترى ما يصير فرجعت للمحل مرة ثانية عشان أطلبه نورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج صباح الخير الحين طالعة بروح للجامعة وقبلها بمر مكان بفطر فيه وبعدها نتوجه للجامعة وبسم الله يا رب يوم خفيف لطيف جميل يا صباح الخير جيت هذا المحل الشاهي بسوي لهم تغطية في نفس الوقت بفطر عندهم لأن عندهم مخبوزات وفطاير مرة لذيذة والشاي حقهم حلو وتوهم مجددين المكان فيعني يا صباح الخير صدق واو شوفوا المكان كيف صار بعد التجديد مرة حلو تخيلوا ان هذيك المنطقة اللي هناك كانت مقفلة ففتحوها كلها على بعض وصار مرة وسيع أحب الأماكن اللي كذا شرحة بعضهم يصير المكان مو حلو بس لما يجددون يطلع حلو فأنا أحب الناس المبدعين اللي ما يجلسون على ديكور واحد أو تصميم واحد عاد هذا أصلا من قبل هو حلو فالحين جددوه صار أحلى وأحلى أنا جايتهم أيام الافتتاح وجايتهم الحين فيعني أنا عرفتهم من بداياتهم إيش رأيكم في الزاوية مرة عجبتني حلوة حلوة مرة توني خلصت تصوير والحين رايحة بسرعة للجامعة أحس إني تأخرت وإن شاء الله ما تأخر على المحاضرة يا رب شوفوا الخطة كذا بفطر وأنا أمشي يعني عشان نستمتع بالطريق ما نطفش شوفوا المناظر الجميلة يعني يا سلام تخيلوا جلست يمكن ثلث ساعة في الزحمة موقف في الزحمة وأنا ما تعودت يعني أطلع هذا الوقت فيصير الناس كلهم طالعين في وقت طلعت الناس للدوامات والمدارس فأنا مرة طولت في الشارع وفي الزحمة وأنا موقف في نفس المكان مرة مليت آخر شيء دورت وخلاص تركت الزحمة قلت برجع للبيت ما عاد لي خلق أروح الجامعة هالوقت خلاص توبة توبة أتأخر لأنه مو طبيعي يعني مرة طولت فقلت يعني أروح النادي أصير صحية اليوم كذا يعني ألتزم بالنادي وأرجع له بقوة فيعني بدل ما أروح الجامعة أروح النادي يعني شيء أحسن من لا شيء جيت للنادي وتمرنت هذه الأيام صرت أحب أتمرن أول بعدين أروح أمشي فتمرنت وخلصت بقي لي تمرين واحد بعدها بروح لجهاز السير وخلاص خلص وأطلع صباح اليوم فعاليات حلوة الحين جيت بندى ودي كذا أقضي لي أشياء مع أنه صدق ما عندي هدف أني يعني في أشياء محددة أضفاها بس قلت ليش لا يعني أجي أشوف بتمشى هو الأساس إني بتمشى بس عاد ما أدري ممكن أشتري في الزبادي اللوناني هو اللي أبغى أشتري بس ما أدري في عن الأشياء الثانية من زمان ما تمشيت معكم في البقالة يا ثقل شنطتي ما شاء الله بس صدق إنه مو طبيعي ف. كنت ماسكتها بعدين اكتشفت ان معي عربية يعني ليش انا ماسكتها في يدي ما ادري المهم ان تعالوا خلوا لكم هنا ثلاجة فيها اشياء حلوة انا صورتها في سناب يعني اللي ما تتابعوني في سناب فاتكم الكثير بس بصورها لكم الحين ما ادري شفتوا هذا دقيقة خلوا اوريكم وين يا رب موجود اتوقع ان الا هذا شوفوا شفتوا هذا وش رايكم فيه من جربه حلو ولا مو بحلو ودي اجربه بس مدري مترددة اختي جربته بس تقول ما عجبني وتقول اني ما احب التوت فممكن عشان كذا ما عجبها فانتوا وش رايكم انا ليش ما اخذ عربية صدق يعني توني استوعب هل انا ناوية اشتري ولا ايش بالضبط والله ما ادري بس تعالوا خلوا اوريكم صح تذكرت اني مصورت لكم الاساي اصلا ف
في واحد من الفلوقات. أنا شو هذا الأساي في أشكال هذا وهذا غير محلى، في هنا العلبة الكبيرة وهذا اللي معاه جرانولا. أحتاج حليب القهوتي والماتشا وكذا يعني، بس مدري هل أخذ هذا الحجم الكبير في لترين أو أخذ اللي يجي لتر، شوفوا هذاك مدري، بس بشوف سعر هذا وهذاك بشوف يعني الفرق هل هو فرق ولا لا، لأن هذا عليه عرض. فيلا تعالوا خلونا نشوف. نادك هذا نفس هذا يعني، حتى نفس الكمية، بس الفرق إن هذا جاي أربعة لترين لترين لتر 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 لتر، هذا لترين علبتين، فيعني كلها المجموع أربعة لتر كلها نفس السعر. فشكلي باخذ هذا، باخذ حليب لأني بسوي حلا، ويمدحون هذا الحليب للحمص والحلويات، لأن في بعض أنواع الحليب البودرة أو الحليب المجفف لما تحمسونها كذا على النار تتكتل فما يضبط فيها الحلا. شفت بنات كثير في التيك توك يمدحون هذا الحليب، فباخذ عشان أجربه وأسوي فيه الحلا إن شاء الله يضبط. وأخذت زبدة، لو جلست هنا يمكن 5 دقائق أقلب في التيك توك أشوف كثير يعني كثير يقولونها لونة وكثير يقولون الطائي، فاحترت بينهم ما أدري. شكلي باخذ لونة لأنه هو اللي حسيت إنه شوي يطمن، خلاص لونة يكفي. الحين جيت عند القسم المفضل، قسم الزبادي اليوناني. صايرين هذه الفترة يسوون هذه العروض اللي يجي كذا كرتون في 3 حبات وسعرها يصير حلو مرة. شوفوا هذا مرة حلو، زبادي يوناني بدون سكر مضاف، جميل جدا. شوفوا هذا نفسه نادك توت، بس هذا الفرق انه ما في سكر مضاف. يعني باخذ حليب البروتين هذا اللي بالفانيليا عشان بسوي ماتشا اذا رحت البيت. وبس كذا انتهت جولتنا لليوم في بندا، خلاص برجع البيت، احس اني ابي انام، ما نمت الا متاخر.